تتذكرون طبعاً هذا الهدف للاعب السعودي سالم الدوسري في شباك الأرجنتين، الهدف الذي قاد السعودية لفوز تاريخي على ليونيل ميسي وراقصي التانجو، وأذن طبعاً ببداية خيالية للسعودية في مونديال قطر. لكن بعد هزيمة الصقور الخضر أمام بولندا في مباراتهم الثانية، كان على الدوسري ورفاقه أن يجتازوا المكسيك في مباراتهم الأخيرة بأي ثمن لكي تكون أمامهم فرصة للصعود إلى دوري 16. المباراة كانت مصيرية أيضا بالنسبة للمكسيك، فكان عليهم الفوز بثلاثة أهداف وأن تخسر في نفس الوقت بولندا مباراتها أمام الأرجنتين حتى يتأهلوا، وبدت الأمور وكأنها تصب في صالح المكسيك. فمع بداية الشوط الثاني سجل هنري مارتن الهدف الأول من تمريرة عرضية، وأتى الهدف الثاني بعد ذلك بخمس دقائق فقط من ركلة حرة وضعها تشافيز في أعلى المرمى، ولم يتمكن الحارس السعودي محمد العويس من التصدي لها. وبالفعل كان الأرجنتين متقدما بهدفين للا شيء على بولندا، الأمل كان حاضرا، فما كان يحتاج المكسيك سوى لهدف ثالث لكي يصعد. فتوالت الهجمات على المرمى السعودي وبدأ الفوز في يد المكسيك بعد هدف للمهاجم لوزانو، لكن الفار ألغاه بسبب التسلل. وفي كل محاولة للاعبي المكسيك للتسجيل كان الحارس العويس لهم بالمرصاد. ثم أتى سالم الدوسري مرة أخرى ليحطم قلوب المكسيكيين وينهي حلمهم بمراوغة رائعة وهدف مستحق في الدقيقة 95. انتهت المباراة وخرجت السعودية والمكسيك من البطولة رغم الروح القتالية والأداء المشرف للفريقين. أما مدرب منتخب الصقور الفرنسي هيرفي رينارد أقر بأن المكسيك كان الفريق الأفضل، وقال إنها كرة القدم، لم نكن حاضرين بالشكل الأمثل على الإطلاق، المكسيك لعبت مباراة جيدة للغاية بحزم أكبر وأحرزت أهدافا أكثر، لكن النتيجة لا تدل على ما حدث في المباراة. طبعا رغم خسارة منتخبهم أشاد المشجعون السعوديون بأدائهم في المونديال. لنشاهد. صراحة أداء مشرف يشكرون عليه. دائما المباريات لها ظروف، فظروف المباراتين الأخيرات ما حالفنا الحظ فيها بالظروف ولا ساعدتنا. إن شاء الله أنه نطمح أنه في المستقبل نصير فرق عربية وأسيوية توصل دور الثمانية وتوصل نص النهائي، وليه لا النهائي؟ لكن المفروض أنه يعني اللعيبة يعني يحاولوا، خاصة اللعيبة عندنا يحاولوا يطلعوا شوية يحترفوا برا، لأن احتراف برا زي ما أنت شايف أمريكا الجنوبية لعيبتها كلها تلعب في أوروبا. وعلى وسائل التواصل تفاعل الكثيرون مع خروج السعودية من البطولة، فمنهم تركي آل الشيخ الذي قال الحمد لله على كل حال وما قصروا وإن شاء الله القادم أجمل بدعم سيدي. أبو حسن متحدثا عن أداء اللاعبين السعوديين يقول أكيد أجمل من المتوقع، ساهم المنتخب السعودي في نجاح الدورة وإثارتها بهزيمة الأرجنتين، المدرب محترف وفاهم شغله عدل، لكن إمكانات اللاعبين الاحتياط أقل من المطلوب. ليس من العدل أن نلوم المدرب لأننا لا نعرف كواليس المنتخب ولاعبيه. أما تغريدة زكريا الويزي فيقول فيها هنا يجب أن نقف ونتفق أن فوز السعودية على الأرجنتين جاء من الصدف الغريبة التي تتيحها كرة القدم لترفع معها الآمال، بعدها تصدمك نفس اللعبة بمنطقها أن البقاء للأقوى. طبعا بعد هزيمة السعودية وخروجها من المنافسة نشر الكثيرون صورا ساخرة من بينها هذه التي تتساءل أين ميسي، في إشارة إلى السخرية التي وجهها السعوديون للنجم الأرجنتيني بعد هزيمتهم أمام السعودية في أولى مبارياتهم. والإجابة في هذه الصورة إن ميسي في دوري 16. شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندينج، سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها.